السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية. طلاب رياضيات 2 لجامعة فلسطين. طبعا بإذن الله حيكون هذا المقطع ما قبل الأخير، ونختم بإذن الله مقرر رياضيات 2. نبدأ فنقول: فإذا أردت من بعد الضلالة تهتدي، فصل على الهادي البشير محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا في البداية حب أراجع آخر مسألة أخذناها، أو آخر شيء أخذناه في المحاضرة السابقة. طبعا اليو هذا رمز المجموعة الشاملة، المجموعة الشاملة اللي هي تضم كل المجموعات الجزئية. المجموعة الشاملة معطيني إياها اليو من 1 إلى 6، 1 و2 و3 و4 و5 و6، يعني رتبتها حتكون 6. إيش معنى رتبتها؟ يعني عدد عناصرها 1 2 3 4 5 6، ومعطيني مجموعتين، مجموعة A عناصرها 1 و3 و6، ومجموعة B مدينا عناصرها 2 و4 و6، يعني رتبة الـ A نفس رتبة الـ B، 3 عناصر 3 عناصر. طالب مني التالي، بده A اتحاد B بساوي، طبعا قلنا اتحاد زي ما رجعنا أو حكينا في المحاضرة السابقة هو عبارة عن خلاط، بدك تخلط الـ A مع الـ B. المكرر باخده مرة واحدة، يعني حقول الواحد والثلاثة والستة والاثنين والأربعة. طب ما الستة مكررة باخدهاش، خلاص بسكر رمز المجموعة. يبقى الـ A اتحاد B، الواحد والثلاثة والستة والاثنين والأربعة. الستة متكررة مرتين، ما خدناهاش غير مرة واحدة. طبعا الترتيب مش مشكلة في المجموعات، يعني لو انت رتبت قلت 1 2 3 4 6 هي نفسها سرد للعناصر. طب الان بدي ايه تقاطع بي بتساوي ايش؟ ايه تقاطع بي عنصر متكرر موجود في المجموعتين اللي هو الستة، فحيكون فقط عنصر واحد هو الستة، في غيره متكرر في الاي والبي؟ لا. طب الان بدي الاي ناقص بي، وبدي البي ناقص اي. زي ما تعلمنا قلنا في الـ A ناقص B أو الـ B ناقص A باخد عناصر المجموعة الأولى زي ما هن 1 و3 و6، وبشطب المشترك، يعني اللي متقاطع في الشكتين. إيش اللي متقاطع في الشكتين؟ الستة، بأشطبه، فبضل فقط الـ1 والـ3، بضل فقط الـ1 والـ3. طب الـ B ناقص A العكس، بثبت المجموعة الأولى اللي هي الـ B، الـ2 والـ4 والـ6، ثم بشطب المشترك. ايش المشترك؟ الستة بس، المشترك في المجموعتين الستة، فحشطب الستة، حيضل فقط 2 والـ4. يعني A ناقص B هي مجموعة الواحد والثلاثة، والB ناقص A مجموعة 2 والـ4. طب اجي اقول لك A كومبليمنت او A شرطة، هي نفس المعنى، سواء شرطة او كومبليمنت معناها متممة، معناها متممة. اي اشي متمم معناها اليو ناقص الاشي، اي اشي متممة معناها اليو ناقص الاشي. ان شاء الله مربع متممة حقول اليو ناقص المربع، ان شاء الله مثلث متممة حقول اليو ناقص المثلث. فايش ما يكون متممة حقول اليو ناقص ما تحت المتممة. فالاي كومبليمنت هي اليو ناقص الاي، يعني حاخد زي الطرح اللي فوق، حاخد كل عناصر اليو اللي هي من 1 للـ6، 1 2 3 4 5 6، وحشطب عناصر الـ A، حشطب عناصر الـ A، أي إشي من الـ A حشطبه، يعني حشطب الواحد والثلاثة والستة، فحشطب الواحد والثلاثة والستة، فحيظل عندي بس 2 والـ4 و5. هذا عبارة عن الـ A كومبليمنت 2 والـ4 و5. طبعا هذا الكلام أخذنا بزيادة، شرحنا بزيادة. آخر مثال عشان أختم الفكرة هذا وما ضلنيش أعيد وزيد، لو قلنا A تقاطع B كومبليمنت، مش قلنا أي إشي كومبليمنت، هو عبارة عن اليو ناقص ما تحت الكومبليمنت اللي هو A تقاطع B كله. يبقى إيش الطرح؟ هاخد اليو كله من 1 للـ6، 1 2 3 4 5 6، وحطرح منه الـ A تقاطع B اللي هي إيش؟ A تقاطع B الستة بس. يبقى حطرح الـ A تقاطع B الستة، فبضل عندي العناصر 1 2 3 4 5. يبقى الـ A
تقاطع بيكم الليمت حتكون الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة وخمسة بناء على القانون اللي هو الكل ناقص ما تحت الكمبلمت ما تحت المتممة. وطريقة الطرح اني بثبت الاول وبطرح الثاني او اي اشي مشترك منه او اي اشي مشترك منه. يعني هنا حيشوف الطالب حيقول لي طب هنا انت ليش طرحت المشترك؟ هي نفس الفكرة، ثبت الايه واحد والثلاثة والستة، هي الواحد والثلاثة والستة، واطرح البي. البي عبارة عن الاثنين والاربعة والستة، طب مش موجود اثنين وربع بس موجود ستة، فعشان هيك شطبت المشترك. فنفس الفكرة هذه، ثبت البي واطرح كل الايه اللي موجود بطرح، واللي مش موجود خلص ايش اسوي؟ ماشي. هذه مراجعة، هذه مراجعة للي هو المحاضرة التي مضت. طب صل على حبيبك النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. بدنا ناخذ شوية خواص مهمة جدا، مهمة جدا جدا جدا، وبدك تحفظها. متممة المتممة هي عبارة عن المجموعة نفسها، زي سالب السالب موجب، يعني متممة المتممة بروح مع بعض، يعني بي متممة بي متممة هي عبارة عن البي، لأنه متممة المتممة بتروح زي سالب السالب. طيب متممة اليو، مش قلنا أي إشي متممة هي عبارة عن اليو ناقص المجموعة نفسها، يعني حيكون يو ناقص يو اللي هي بتساوي فاي، يبقى متممة اليو دائما فاي، لأنه حتطرح اليو اللي هي القانون ناقص ما تحت المتممة اليو، فاليو ناقص اليو فاي. طب متممة الفاي هي عبارة عن اليو حسب القانون ناقص الفاي، اليو ثابتة ناقص ما تحت المتممة الفاي وحيساوي يو، لأنه يو ناقص فاضي فحيضل اليو 100%، يبقى متممة اليو فاي ومتممة الفاي يو، احفظهن زي اسمه. طيب A اتحاد A أو A عفوا A تقاطع A أو A اتحاد A إيش بيساوي A؟ المجموعة بتتقاطع مع نفسها في كل العناصر وبتتحد مع نفسها بكل العناصر، لأني مش حكرر مرتين فحضلها نفس الA، فالA تقاطع A هي نفسها A، اتحاد A هي نفسها A. طيب B تقاطع B هي نفسها B، اتحاد B هي نفسها B. طيب الآن بالنسبة للتقاطع والاتحاد، خدها قاعدة دائما في التقاطع، في التقاطع باخد الأصغر، خدها قاعدة واحفظها. في الاتحاد باخد الأكبر، أعيد، دائما في التقاطع باخد المجموعة الأصغر هي بتكون الناتج، دائما في الاتحاد باخد المجموعة الأكبر هي بتكون الناتج. وخد قاعدة، أصغر مجموعة في الدنيا الفاي وأكبر مجموعة في الدنيا اليو، يبقى دائما في التقاطع باخد الفاي لأني حاخد الأصغر، في الاتحاد باخد اليو لأنها هي الأكبر، لأنه هي الأكبر. أي مجموعة في الدنيا محصورة ما بين الفاي واليو، أني جروب، حتكون محصورة ما بين الفاي واليو، فلو بدي أشتغل على التقاطع حاخد الأصغر حيكون الناتج فاي، لو بدي أشتغل على الأكبر حيكون الناتج يو لأنه هي أكبر إشي، والمجموعات اللي جوا محصورة ما بينهم. طيب صلى على حبيبك النبي، اللهم صلى على سيدنا محمد. طب أجي قال لي إيه تقاطع فاي، إيش الناتج؟ حتقول لي فاي مباشرة لأنه قلنا التقاطع باخد الأصغر. طب ركز، إيه تقاطع اليو؟ هتقول لي إيه لأنه الإيه أصغر من اليو، قلنا في التقاطع بأخذ الأصغر، صح ولا لا؟ طب ركز، يو تقاطع الإيه برضو نفس الفكرة، الإيه وش فرق؟ ما هي تبادلي. طب قال لي يو تقاطع الفاي، مين أصغر؟ الفاي، دائما في التقاطع بأخذ الأصغر، في التقاطع بأخذ الأصغر. طب في الاتحاد إيه اتحاد يو؟ هقول اليو لأنه في الاتحاد بأخذ الأكبر. صليت حبيبك النبي. طيب هي هذه الفكرة بشكل عام. آخر قانون بدي إياك يعني تحفظه لأنه بنفعنا، الـ A ناقص B له شكل تاني اللي هو الـ A اتحاد B الكمبلمت، يعني A ناقص B بدي أشيل الـ B، بدي أستثني الـ B، فعشان يقولنا اتحاد B كمبلمت استثنيت الـ B. طب الـ B ناقص الـ A هي عبارة عن الـ B تقاطع الـ A كمبلمت، يعني أنا استثنيت الـ إيش؟ الـ A، يبقى A ناقص B بستثني الـ B، B ناقص A بستثني الـ A. ماشي. طيب نبدأ الحين في الكلام المهم، نبدأ في الكلام المهم. أجي قال لك عندي ثلاث أنواع لحوم، طبعا هذا مثال وقاعدة، مثال وقاعدة، ثلاث أنواع لحوم، لحم نوعه A ولحم نوعه B
ولحم نوعه سي، تمام. وأجا قال لك كالتالي، قال لك رقم واحد توافر اللحوم الثلاث، يعني يتوافر الثلاثة معا معا، مدام معا حتاخذ تقاطع، يبقى ايه تقاطع بي تقاطع سي. ياخذها قاعدة لما يقول لك توافر، ايش ما يكون لحم نوع من الانواع سلعة من السلع، لما يقول لك توافرهن معا باخذ التقاطع. طب رقم اثنين قال لك توافر واحدة على الاقل، اول ما تشوف على الاقل بتاخذ الاتحاد، دائما في الاحتمال على الاقل الاتحاد، كلهن مع بعض تقاطع. طب ركز معي، قال لي عدم توافر اي نوع، يعني الثلاثة ما يكونش متوفرات، وقلنا لما يكون الثلاثة باخذ تقاطع، يعني ايه تقاطع بي تقاطع سي، بس هيك هذا توافرهن كلهن. طب انا بدي عدم، فحتقول كومبليمنت كومبليمنت كومبليمنت، يعني متممة متممة متممة. يبقى لما يقول لك توافرهن كلهن باخذ التقاطع، طب عدم توافرهن كلهن باخذ تقاطع المتممات، هذا كله بده حفظ. طب رقم أربعة قال لي توافر ايه فقط، ركز هتقول ايه تقاطع بي تقاطع سي، وايه بس اللي متوافر، يعني سي مش متوافر احط كومبليمنت، بي عفوا مش متوافر احط كومبليمنت، وسي مش متوافر احط كومبليمنت. يبقى توافر ايه فقط، انا استثنيت البي والسي. طب ركز معي، قال لي توافر ايه وسي فقط، نفس الفكرة ايه تقاطع بي تقاطع سي، هي المتوفرات اي وسي، يعني البي هي اللي مش متوفرة بحط عليها كومبليمنت. اظن انه يعني وصلت الفكرة، تمام. طيب الان في عندي قانون اسمه لما يكون الحادثان منفصلان يعني متنافيان. ايش معنى منفصلان؟ لو كان عندي مجموعة A ومجموعة B يعني فيش بينهن تقاطع، يعني A تقاطع B بتساوي فاي. يبقى لما اقول لك الحادثان منفصلان او متنافيان معناه فيش بينهن تقاطع، او تقاطعهن فاي، يعني لا يوجد تقاطع. زي مثلا اقول لك مجموعة A 1 و 2 ومجموعة B 3 و 4، ايش تقاطع A مع B؟ A تقاطع B بيساوي فاي، ما فيش عنصر موجود في A وموجود في B، فعشان هيك تقاطعهم فاي، فبقول عنهم حادثان منفصلان متنافيان. طب نبدأ في الكلام الرسمي، قال لي إلقاء قطعة نقد ثلاث مرات، بده رقم واحد فراغ العينة وعدد عناصرها. طبعا تتذكر في المحاضرة اللي فاتت كيف كنا نجيب قطعة النقد ثلاث مرات، كنا نقول صورة كتابة، هذا الرمية الأولى. الرمية الثانية بطلع من كل واحدة صورة كتابة صورة كتابة، هذا الرمية الثانية. طب الرمية الثالثة برضو بطلع من كل واحدة صورة كتابة صورة كتابة صورة كتابة صورة كتابة، هذه كتابة. أنا بأخذهن ثلاثة ثلاثة لأنه قطعة نقد ثلاث مرات، صورة 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 بعدين صورة صورة كتابة، يبقى صورة 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 كتابة. الآن صورة كتابة صورة صورة كتابة كتابة صورة كتابة صورة صورة كتابة كتابة. طب خلصنا الحين، كتابة صورة صورة كتابة صورة كتابة كتابة صورة صورة كتابة صورة كتابة كتابة صورة صورة كتابة صورة كتابة. الآن كتابة كتابة صورة كتابة 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 صورة كتابة كتابة كتابة. الآن عشان تتأكد إنه شغلك صح، زي ما قلنا القانون تاعنا اثنين أس عدد المرات في قطعة النقد، في حجر النرد ستة أس أن. طب ليش هنا قلنا ستة وهنا قلنا اثنين؟ لأنه خيارات قطعة النقد صورة كتابة، فاثنين فيش غيرهن، بس حجر النرد ستة أس أن لأنه عدد الخيارات من واحد لستة، حجر النرد ستة وجوه من واحد لستة، فحيكون ستة أس عدد المرات، يعني لو رميناه مرة ستة أس واحد. طب لو رمينا حجر النرد مرتين ستة أس اثنين ستة وثلاثين. طب لو رمينا حجر النرد ثلاث مرات ستة أس ثلاثة. هانا
اثنين أس أن، لأنه قطعة النقد يا صورة كتابة، فاثنين أس أكم مرة؟ اثنين أس ثلاثة بيساوي ثمانية، يعني لازم يطلع عدد العناصر ثمانية. هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، شو يقول لك؟ صح. يبقى أوميجا اللي هي فراغ العينة هيو تكتب، بتعمل قوسين زي كبار وبتدخل فيه الثمن مجموعات هذه. طب الآن بده عدد العناصر، دائما بنرمز لعدد العناصر N، وبفتح قوس وبحط أوميجا جوا. إيش معنى N أوميجا؟ معناها عدد عناصر فراغ العينة. N أوميجا معناها عدد عناصر فراغ العينة، اللي هو طلع معي 8. طب N A معناها عدد عناصر المجموعة A. طب N B عدد عناصر المجموعة B. 100%. طيب يبقى احنا جبنا المطلوب فراغ العينة وعدد عناصرها. فراغ العينة هي أوميجا، بين قوسين بحط الثمانية هدول اللي أنا طلعتهم جوا. عدد عناصرها يعني أن الأوميجا عديتهم 1 2 3 4 5 6 7 8 طلعن 8. طيب الآن طلب مني مطلوب آخر، قال لي 2 أوجد الحوادث التالية. 1 إيه، إيش إيه معرفها؟ صورة في الرمية الأولى. بده أوجد الحوادث التالية وعدد عناصرها. يبقى بده A صورة في الرمية الأولى. يبقى حقول A بتساوي افتح رمز المجموعة، صورة في الرمية الأولى، يعني أنا إلي بس في الرمية الأولى تكون صورة، ماليش في الباقي. فباجي ركز معي، هاي الأوميجا هذه حاخدها لأنه صورة في الرمية الأولى، وهذه برضو حاخدها صورة في الرمية الأولى، وهذه برضو حاخدها، إلي بس في أول رمية، هذه وهذه وهذه وهذه. طب هذه كتاب باخدهاش، طب هذه كتاب باخدهاش، هذه كتاب باخدهاش، هذه كتاب باخدهاش. يبقى بدي اخذ اول اربعة هذول. يبقى بدك تاخذ صورة في الرمية الاولى اللي هي اول اربعة، هي هذه صورة، هي صورة، صورة، صورة في الرمية الاولى. يبقى هتروح تقول صورة 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 كتابة، وصورة كتابة صورة، وصورة كتابة كتابة، وسكر القوس. هذا اسمه حوادث اللي هي المجموعة A. طب أن الـ A يعني عدد عناصره بتساوي 4، 1 2 3 4. طب B مطلوب تاني، خلصنا من المطلوب الأول، جبت حوادثه وعدد عناصره. المطلوب الثاني B إيش طالب؟ صورة على الأقل، ما قال ليش رمية أولى ولا رمية تاني، قال لي على الأقل. إيش معنى على الأقل؟ يعني بالقليل صورة. إيش معنى على الأقل صورة؟ صورة على الأقل يعني بالقليل صورة، يعني ممكن تجيب، صلي على النبي وركز معي، ممكن تكون صورة أو صورتين أو ثلاث صور، مش صورة على الأقل، يا ممكن صورة يا صورتين يا ثلاث صور. طب ينفع أربع صور؟ لا، هن ثلاث رميات، من وين تجيب أربع صور؟ طب ركز معي، يبقى بدك تأخذ الأولى تنفع لها ثلاث صور، هذه صورتين بتنفع، وهذه صورتين بتنفع، مش مشكلة الترتيب، وهذه صورة بتنفع، وهذه صورتين بتنفع، وهذه صورة بتنفع، وهذه صورة بتنفع. يبقى بس اللي مش هاخدها ثلاث كتابات، لأنه فيش ولا صورة. هو طلب مني صورة على الأقل، يعني بالقليل صورة. فحقول بي بتساوي افتح قوس وأقول صورة صورة صورة، هاي ثلاث صور، إذا هو ده تزبط واحدة فمن باب أولى تزبط الثلاثة، وصورة صورة كتابة، وصورة كتابة صورة برضو هذه تنتين، وصورة كتابة كتابة، وكتابة صورة صورة، وكتابة صورة كتابة، وكتابة كتابة صورة، وسكر القوس. يبقى صورة على الأقل يعني بدي صورة أو صورتين، يعني بالقليل. لما واحد يقول لك قديش معك؟ والله معي بالقليل 100 شيكل، يعني معك أكثر من 100 شيكل. فلما أقول لك صورة على الأقل يعني بالقليل صورة، يعني معي أكثر من صورة. فصورة بتنفع هيها، وصورتين بينفع، وثلاث صور بينفع. فقديش عددهن؟ أن البي بيساوي 7، 1 2 3 4 5 6 7. طيب سي، خلصنا A و B و C. مطلوب ثالث، قال لك رمية كتابة في الأولى وصورة في الثالثة. بده في الأولى كاف اللي في النص ماليش فيها، والثالثة صاد. يقول لك كتابة في الأولى وصورة في الثالثة، اللي في النص مش شغلي. هات نشوف وين كاف والأخير صاد. كاف والأخير صاد هذه زبطت، هاي كاف والأخير صاد هذه ما زبطتش.
هذه زبطت كاف والأخير صاد، هذه ما زبطتش، يبقى تنتين كاف صاد صاد، يبقى سي بتساوي كاف صاد صاد وكاف كاف صاد. كتابة في الأولى وفي الأخير صورة، هاي كتابة في الأولى وفي الأخير صورة، وهي كتابة في الأولى والأخير صورة، يبقى أن السي بتساوي 2. صليت على حبيبك النبي. الآن بدي إياك في البيت تجيب لي حاجتين، بدي دي وبدي إيه. دي بدي كتابتين على الأقل، هذا المطلوب الأول من الواجب، كتابتين على الأقل يعني بالقليل كتابتين، يعني يا كتابتين يا ثلاثة. طيب الإي بدي كتابة في الثانية وصورة في الثالثة، بدي كتابة في الرمية الثانية وصورة في الرمية الثالثة، يعني إشي ماليش فيه وكاف صاد، يبقى كتابة في الثانية وصورة في الثالثة. يبقى عندك واجبين، بدي كتابتين على الأقل وبدي كتابة في الرمية الثانية وصورة في الرمية الثالثة. ما تقوليش خطك مش واضح، حيك بتسمع يا غنيمة. ماشي؟ طيب صلينا على حبيبنا النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. الآن في بعض الأمور برضو بدك تحفظها معاي، الاحتمال رمزه بي، probability. probability هي لما أقول لك بي أوميجا يعني احتمال الفراغ العيني، بي فاي معناها الاحتمال المستحيل، بي اي احتمال مجموعة اي، بي بي احتمال مجموعة بي. الآن دائما احتمال الفراغ العيني واحد، لأنه كل العناصر، إيش معنى بي أوميجا يعني كل العناصر، ودائما احتمال الفاي زيرو. احتمال أي مجموعة في الدنيا محصور ما بين الزيرو ومحصور ما بين الواحد. يبقى عندك، ركز معي، صليت على حبيبك النبي، بي معناها احتمال probability، بي أي إشي بتلفظ، يعني بي أوميجا معناها بي الفراغ العيني، احتمال الفراغ العيني عفوا، بي فاي معناها احتمال المستحيل أو الفاضي، بي اي معناها احتمال مجموعة اي، بي سي احتمال مجموعة سي. الآن احتمال الأوميجا هو واحد، احتمال الفاي زيرو، احتمال أي مجموعة في الدنيا محصور ما بين زيرو وواحد، يعني بنفعش، ممكن يكون زيرو ممكن يكون واحد، بس بنفعش يزيد عن الواحد ولا يقل عن الزيرو، يعني يطلع بالسالب 100%. طب إيش البي اي؟ احتمال الاي إيش هو؟ بكل بساطة هو عدد عناصر الاي على عدد عناصر الأوميجا كلها، يعني الجزء على الكل. طب بي بي هو عدد عناصر البي على عدد عناصر الأوميجا، واصل الفكرة؟ بكل بساطة هي فكرتها. صلينا على حبيبنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طيب شوف عندك سؤال، قال لك رمي حجر نرد مرة، بدنا نرمي حجر نرد مرة. صليت حبيبك النبي، يعني إيش هتطلع الأوميجا؟ الأوميجا 1 2 3 4 5 6. وقال لي إيه، ركز معاي، قال لي الإي عدد زوجي، وقال لي البي عدد أقل من 6، وقال لي الدي عدد سالب. بده بي اي يعني احتمال الاي، وبده بي دي يعني احتمال البي، وبده بي دي يعني احتمال الدي. قبل شوي كنا نقول احتمال الاي معناها عدد عناصر الاي على عدد عناصر الاوميجا، صح؟ احتمال البي عدد عناصر البي على عدد عناصر الاوميجا. طب احتمال الدي عدد عناصر الدي على عدد عناصر الأوميجا، نفس الفكرة، A حيكون A على أوميجا، B حيكون B على أوميجا، D حيكون D على أوميجا. طب ركز معي، الأوميجا قديش عدد عناصرها؟ 1 2 3 4 5 6، اللي هي كلها، يبقى دائما الناتج 6 في السؤال هذا، بس يعني 6. عدد عناصر A بقول لك عدد زوجي، وين العدد الزوجي في الأعداد هذه؟ اللي هو 2 و4 و6، يبقى الA حتكون 2 و4 و6، صح ولا لا؟ عدد زوجي 2 و4 و6، يبقى قديش عددهن؟ 3، يبقى حيكون 3 على 6 بي الـ A. طب بي عدد أقل من 6 اللي هو الواحد،
والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة، يبقى البي حيكون واحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة، سك المجموعة قديش عددهن؟ خمسة على ستة. طيب دي عدد سالب، هات لي عدد سالب من لهان، ما بنفعش. فاي وبي الفاي زيرو صح؟ لأنه فاضي، وصفر على زيرو بيساوي صفر. يبقى عدد سالب مستحيل تلاقي هنا عدد سالب، مستحيل تلاقي هنا عدد سالب، مش منطقي تلاقي عدد سالب. طب صليت حبيبك النبي، الحين بدي سؤال أعطيك إياه جرب لي إياه في البيت. رمي حجر نرد مرة، أوجد احتمال ما يلي: واحد إيه عدد أولي، اثنين ب عدد أقل من أربعة، ثلاثة C عدد يقبل القسمة على اثنين. عندك ثلاث أسئلة، A عدد أولي بدي بدي A وبدي B وبدي بي سي، لأنه بده احتمال، احتمال يعني بي. ايه عدد أولي؟ بي عدد أقل من أربعة، وسي عدد يقبل قسمة على اثنين. آخر إشي بدي أعطيك قوانين تحفظهن عشان المحاضرة القادمة بإذن الله حنبدأ فيهن بدون إيش ما نعيدهن، يعني حبدأ أحل، حبدأ أمثلة. إيش القوانين هذه؟ صلي على حبيبك النبي، هاي هن القوانين، صورهن أو بتوقف الفيديو عندهن، بدي أحكيهن على السريع وأنت تحفظهن براحتك. احتمال أي مجموعة زائد احتمال متممتها يعني الباقي تاعها دائما واحد، يعني بي الأ زائد بي الأ كومبليمنت يعني متممة المجموعة دائما واحد، يبقى احتمال المجموعة زائد احتمال متممتها دائما واحد. طيب احتمال الفرق بين مجموعتين هو دائما احتمال الأولى ناقص التقاطع، يعني احتمال A ناقص B يقولنا احتمال الأ ناقص التقاطع. طب احتمال البي ناقص A هو احتمال البي ناقص التقاطع، يعني دائما احتمال الفرق او احتمال الناقص بتاخذ احتمال الاولى ناقص التقاطع زي ما تعلمنا في الفرق. طيب احتمال A اتحاد B عندنا قانونين، اذا كان منفصلين معنى الكلام التقاطع صفر، مش اخذنا قبل شوية التقاطع فاي لما يكون منفصلين؟ فلما يكون منفصلين اتحاد هو عبارة عن الاول زائد الثاني. طب إذا كان مترابطين يعني في بينهن ترابط، يعني في بينهن ترابط، فحيكون اتحادهن هو الأول زائد الثاني ناقص التقاطع اللي بينهن، ناقص التقاطع. يبقى احتمال الاتحاد إذا كان منفصلين هو بس الأول زائد الثاني، إذا كان مترابطين الأول زائد الثاني ناقص التقاطع. طيب احتمال الـ A كومبليمنت اتحاد بـ كومبليمنت، هذا بذكرك فيديو مرغان، A كومبليمنت اتحاد بي كومبليمنت هو عبارة عن الاي تقاطع بي الكل كومبليمنت، مش الكومبليمنت لما تتوزع تتوزع المجموعات والاتحاد التقاطع بيصير اتحاد، والاتحاد ايش بيصير؟ تقاطع. فهذه لما يكون الكومبليمنت على الطرفين باخده للكل وبغير اشارة الوسط، اذا كانت اتحاد بيصير تقاطع. طب هانا قبل شوي اتخذ يعني ذكرين احنا لما يكون عندك الكل كومبليمنت هو عبارة عن واحد ناقص بدون كومبليمنت، كيف يعني؟ بس للتذكير لما اجي اقول لك بي اي هو عباره عن او كومبليمنت هو عباره عن واحد ناقص بي الاي، مش مجموع واحد، او البي اي هو عباره عن واحد ناقص بي اي كومبليمنت، يبقى الكومبليمنت هي واحد ناقص الباقي، او اللي بدون كومبليمنت هي واحد ناقص الكومبليمنت. ايش معنى كومبليمنت؟ معناها متممه، يعني متممه الواحد. فعشان هيك الاحتمال تاع التقاطع متممة هو عبارة عن واحد ناقص التقاطع بدون متممة، واحتمال الاتحاد متممة هو الواحد ناقص الاتحاد بدون متممة الباقي يعني. طيب لو قلنا احتمال الاي تقاطع بي كومبليمنت او احتمال الاي كومبليمنت تقاطع بي، ركز معي، اللي فيش فيه كومبليمنت ببدأ فيه، يعني هنا الاي فيش فوقيها كومبليمنت بديت في احتمالها، هنا البي فيش فوقيها كومبليمنت بديت في احتمالها، ناقص التقاطع. يبقى A تقاطع B كومبليمنت هي عبارة عن A ناقص التقاطع. طب A كومبليمنت تقاطع B، أخذنا ال B ناقص التقاطع. طب لو قلت لك مثلا B A تقاطع C كومبليمنت، حتروح تقول لي بكل بساطة هي عبارة عن B ال A لأنه فيش فوقيها تقاطع ناقص احتمال التقاطع اللي بينهم،
100%. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. الله يعطيكم العافية.